صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. دلوقتي معاد فقرتنا اللي بنتعرف فيها على ابرز العناوين والموضوعات اللي حازت على اهتمام الصحافه المصريه الصادره صباح هذا اليوم. خلونا نبتدي من الاهرام ومن الصفحه الاولى، توافق مصري صومالي على ضروره التوصل لاتفاق حول السد الاثيوبي. السيسي تعزيز التواجد التعليمي والاستثماري المصري بالصومال، وشيخ محمود القاهره تقدم لنا دعما من القلب. لو استعرضنا بعض التفاصيل زي ما وردت في الأهرام، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المحادثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عكست تقارب وجهات النظر بين الجانبين حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية، مشيرا إلى أنه تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتدة بين بلدينا. وأشار الرئيس السيسي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي أمس إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال وجهود افتتاح فرع بنك مصر التي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يوليو الحالي من خلال منح البنك المركزي الصومالي رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر، الذي تتطلع مصر إلى أن يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في الصومال بما يحقق مصالح الجانبين. وأوضح الرئيس أنه تطرق إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث تم التوافق حول خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المتشاطئة. لو رحنا لصحيفة الأخبار ونطالع منها خبر بعنوان الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، 70% للحربية والبحرية و60% للجوية و71% للدفاع الجوي و90% للطب و76% للفنية العسكرية. لو استعرضنا التفاصيل زي ما أوردتها الأخبار في الصفحة الرابعة من صفحاتها النهاردة، هناخد بعض التفاصيل. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية حربية بحرية جوية دفاع جوي والكليات العسكرية، الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب، القوات المسلحة، الكلية العسكرية التكنولوجية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملت المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول. لو رحنا للجمهورية نطالع خبر من الصفحة الأولى، 135 ألف تقدموا للتعيين، مدبولي يتابع إجراءات مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم. التفاصيل اللي عن الخبر ده أوردتها صحيفة الجمهورية في الصفحة الثالثة، وخلونا نتابع بعض من هذه التفاصيل. استعرض دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن إجراء الجهاز المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. قال الشيخ خلال التقرير إن الجهاز فتح باب التقديم في المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية من 4 وحتى 24 يوليو الجاري، وتم غلقه أمس الأول، وبلغ عدد المتقدمين 135,060 متقدما، مشيرا إلى أن البوابة حققت أكثر من 109 مليون زيارة منذ إطلاق النسخة المطورة من البوابة في أول يوليو 2021 وحتى موعد غلق باب التقديم في المسابقة. طيب خلونا مشاهدينا نرجع لصحيفة الأهرام مرة تانية ونطالع خبر بعنوان أو تصريح لشوقي، شوقي انتهى عصر الحصول على 100% في الثانوية. التفاصيل هذا الخبر زي ما أوردتها الأهرام، خلونا نشوف المزيد. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس أن نسب نجاح طلاب الثانوية العامة والأرقام هذا العام ستكون شبيهة للعام الماضي،
قائلا انتهى عصر الحصول على 100% في الثانوية العامة، موضحا أن تغيير أسلوب التقييم وطبيعة الأسئلة الجديدة التي تستهدف قياس الفهم والتحليل وفرز الأكثر مهارة وراء تراجع درجات الطلاب. طيب خلينا نروح مشاهدينا لخبر آخر من اليوم السابع. مدبول يتفقد أعمال تطوير سور مجرى العيون ويوجه بسرعة التنفيذ. ده خبر من اليوم السابع في الصفحة الأولى. التفاصيل: أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع، خاصة إنهاء أعمال التنسيق العام بالموقع مع الالتزام بالنسق المعماري المخطط له بالنظر لكونه يرتقي بمنطقة ذات أهمية تاريخية ضمن خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة. كما وجه رئيس الوزراء بطلاء واجهات مدرسة مجاورة للمشروع على غرار النسق المعماري للمشروع، بما يحقق التجانس بين المشروع والوسط المحيط له على نحو جمالي. طيب خلونا نروح لصحيفة الأخبار مرة تانية ونطالع خبر من الصفحة الرابعة، والعنوان هو انطلاق اجتماع الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن، جامع نواة للتكامل وتأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وللتعليق على هذا الخبر خلونا نرحب بضيفنا عبر الهاتف دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. دكتور شريف أهلا بك. صباح الخير. أهلا وسهلا. اهلا بك دكتور شريف. اولا يعني الشراكه الصناعيه بين مصر والامارات والاردن، ما هو المنتظر من هذه الشراكه واي القطاعات او المجالات اللي هيتكون نواه لبدء هذه الشراكه بين الدول الثلاثه؟ اعتقد ان التركيز الان في مجال الصناعه هو ما هو مرتبط بتوفير الغذاء. يعني أعتقد أن الشراكة ستكون في مجال إنتاج المنتجات الغذائية بشكل يخدم مواطن الدول الثلاث. إحنا عندنا مشاكل حقيقية الآن في الحصول على مدخلات الصناعات الغذائية كالقمح، القمح بشكل أساسي، وبالتالي الصناعات الغذائية مطلوبة جدا. هناك مصانع في مصر، هناك مصانع في الأردن، هناك مصانع في الإمارات، ولكن كل هذه المصانع الآن تعاني في الحصول على مدخلات الإنتاج. أعتقد أيضا أن مصر لديها خبرة متميزة في الصناعات المرتبطة بالكونستراكشن اللي هي الإنشاءات زي صناعة السيراميك وأيضا كل هذا الخط، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك فائدة من التعاون في هذا المجال من خلال أن يكون المستثمرين المصريين في هذا المجال بإنشاء مصانع لهم في الأردن بشكل خاص، لأن الإمارات الحقيقة متقدمة في هذا المجال أيضا. أيضا التكامل سيكون من خلال أن هناك دولة زي الإمارات لديها وفرات مالية واقتصادية كبيرة، فتستطيع أن تستثمر خبرة وتواجد مصر في القارة الإفريقية وإنشاء مجموعة من المشروعات أو المجمعات الصناعية في بعض الدول الإفريقية، وبالتالي الاستثمار المشترك ما بين الدولتين في دولة أخرى في أفريقيا، وده حيعود بالفائدة على الجميع. تمام، شكرا لك دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. وخلونا نرجع مرة تانية لليوم السابع ونطالع خبر بعنوان الصحة تطمئن المواطنين حول متحورات أوميكرون الجديدة. حسام حسني: 90% من الإصابات بمتحورات أوميكرون بسيطة ومتوسطة. طيب خلونا نسمع تفاصيل أكتر مع الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم البطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا. دكتور أشرف صباح الخير وأهلا بيك. دكتور أشرف صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا دكتور أشرف. لو حبينا نعرف يعني مدى سرعة انتشار المتحور الجديد وأيضا طبيعة الأعراض اللي بتصيب المصابين من بيصابوا بهذا الفيروس. وجد في الفترة الأخيرة أن في زيادة في الأعداد نتيجة الإصابة بمتحورات جديدة من فيروس كورونا. التحور الجديد هو BA5، وBA5 الحقيقة بيتميز بأن هو واسع الانتشار
واكثر من اوميكرون اللي هو السلاله الام باربع مرات، بحيث انه سرعه الانتشار بتاعته تقارب سرعه الانتشار بتاعه الحصبه. وده معناه انه الشخص الواحد المريض يقدر ان هو يستطيع انه يصيب من 12 ل 15 شخص. وطبعا نتيجه ده فعلا بدا يحصل زياده. يا دكتور اشرف معلش عذرا للمقاطعه، ولكن لو حضرتك ترفع الصوت بعض الشيء علشان استطيع الاستماع ليك بوضوح. زي ما بقول لحضرتك، نتيجة سرعة انتشار المتحور الجديد بدأت فعلا الدول تتخذ إجراءات يعني مشددة علشان فعلا تقلل من هذا الانتشار السريع للمتحور الجديد. وإحنا في مصر الحقيقة دايما بنتخذ إجراءات متزامنة مع الوضع الوبائي اللي موجود. بنشوف إن فعلا وزارة الصحة بدأت تنشر فرق طرق الأبواب وبتشجع المواطنين على الحصول على الجرعة الثالثة اللي هي الجرعة التنشيطية أو التعزيزية اللي فعلا تساعد على زيادة الأجسام المضادة ومنع الإصابة أو على الأقل تقليل حدة الإصابة بالفيروس. تمام. طيب دكتور أشرف، لو حبينا نعرف برضو فترة الحضانة للمصاب بالفيروس أو بالمتحور الجديد بتقعد قد إيه لدى حامل الفيروس؟ فترة الحضانة هي من 2 ل 14 يوم، لكن احنا لقينا انه في الفترة الأخيرة لا، فترة الحضانة أقل، بتبقى حوالي من 2 ل 5 أيام. تمام. وعلى بال ما تبدأ تظهر الأعراض عند الاتصال بشخص المصاب. إيه أول الأعراض اللي بتظهر على حامل المتحور الجديد يا دكتور؟ المصاب يعني طبعا لازم نكون عارفين انه في درجات مختلفة من الإصابة، ممكن تكون هذه الدرجات تبدأ من ما فيش أي أعراض الى اعراض بسيطه او متوسطه او شديده او شديده جدا تحتاج لدخول المستشفيات. معظم الاعراض في مجملها بنشوف ارتفاع في درجه الحراره وسيلان الانف واحتقان الحلق والام في العضلات، لكن ده الحقيقه في معظم الحالات لا يستمر اكثر من 5 ل 7 ايام. تمام. شكرا لحضرتك دكتور اشرف عقبه، رئيس قسم الباطنه والمناعه بطب عين شمس، سابقا كنت معنا عبر الهاتف. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا الى ختام هذه الجوله في عناوين واخبار الصحف الصادره صباح هذا اليوم، ولكن فقرات هذا الصباح لسه مستمره معاكم. خلونا نتوقف للتعرف على اخبار المال والاعمال، اخبار الاقتصاد مع منى الشايب بعد الفاصل.